السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الخط والإملاء. هذه الحصة سندرج ضمن الأسبوع الثاني من الوحدة الأولى، مجال العائلة، المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني. إذن نبدأ على بركة الله. حرف الدال وحرف الذال، إذا ألاحظ وأكتب، إذا ألاحظ طريقة كتابة حرف الدال وحرف الذال في أول الكلمة ووسط الكلمة، إذا ونقوم بكتابته. حرف الدال حرف الذال. أهديت أمي عطرا شديا، إذا أهديت أمي عطرا شديا. أهديت أمي عطرا شديا. مرة أخرى، أهديت أمي عطرا شديا. أتدرب، أملأ الفراغ بالدال أو الذال. إذن لدينا هنا نقول ديل أو ذيل، ديل أو ذيل، هذه حصة الإملاء، ديل أو ذيل، ذيل، إذن ذال، درهم، دال، درهم، لذيذ، نقول لذيذ وليس لذيذ، لذيذ، إذن الذال، ذئب، دور، مداد. إذن ذيل، درهم، لذيذ، ذئب، دور، مداد. سؤال ثاني، أكتب تحت الصورة الاسم المناسب. إذن الصورة الأولى ذبابة، ذبابة، وردة، دلو، ذرة، إذن ذبابة، وردة، دلو، ذرة. السؤال الثاني، دائما الإملاء، أتذكر وأكتب ما قالته الأم في آخر نص القراءة. هذا يمكن أن نعتبره إملاء استظهاري. إذن نتذكر ونكتب ما قالته الأم في آخر نص القراءة، يعني النص القرائي عيد ميلاد أمي. ماذا قالت الأم؟ قالت لو كان يملك والدك ثمن الدراجة لما تأخر في شرائها. لو كان يملك والدك ثمن الدراجة لما
تأخر في شرائها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.